أعرب مواطنون وأصحاب محل تجارية مجاورة لمنطقة إشارات طارق في طبربور عن غضبهم جراء الأضرار التي لحقت بهم وأثرت سلباً على سير أعمالهم نتيجة أعمال الحفريات لمشروع الباص السريع. من جانبها اكتفت أمانة عمان الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بالتحدث عن توفير سبل السلامة العامة للمواطنين. كلما ازدادت وتيرة الأعمال والحفر من قبل أمانة عمان في أكبر مشاريعها المتعلقة بالباص السريع زادت معاناة المواطنين في طبربور والمناطق المجاورة فأبواب المحل المغلقة تزداد يوما بعد يوم وخطر الإغلاق يهدد البقية خلال شهر زمان راح يصير الحفر 20 متر 20 متر هذا المحل راح غبره بالاضافه الى انه مستحيل زبون يجي لعندي يعني حضرتك اذا بدك تيجي تشتري سجاده مستحيل تمر المشروعات عشان انك تجي تشتري في بديل لانه أه شغله تانية عندك اصحابين المحلات بلشوا يخففوا من الموظفين اللي عنده خمسه صاروا اثنين اللي عنده اثنين قال خلاص بدون موظفين يعني بالنسبه للتعويضات لا ما في وعود رسميه بالتعويض ونحن عم نقدم يعني بس ما حدا وعدنا بشيء رسمي ابدا المطلوب من اداره المشروع هون انهم يكونوا واضحين يا عمي متى بخلص جدار المشروع مشان تفتح كت في الشارع المشروع لازال شغال وهذا المشروع لصالح البلد اكثر من انه يعني يضر الناس لا مصلحه البلد قبل كل شيء لكن الهدف الرئيسي انه يكونوا شفافين ويعطونا يعطونا برنامج واضح مش انه المشروع بدي اسكر سنتين انا وظل مسكر كل العالم سنتين لم تقتصر المعاناه على اصحاب المحال التجاريه فقط، بل انها وبطبيعه الحال امتدت لتصل الى قاطني وساكين الاحياء المجاوره للمشروع، قطع متكرر للمياه عن الاحياء السكنيه جاء نتيجه اعمال الحفر بالاضافه الى اغلاق الطريق الذي ارهق كاهل المواطنين. بتوجيهات من معالي الامين وعطوفه مدير المدينه، تم توفير طريق خدمي امام جميع المحلات بحيث أنه أي مستخدم أو أي زائر أو رواد لأي محل تجاري أو منطقة سكنية أو عمارة سكنية يصل إلى وجهته دون أي تأخير أو أي إضراب. المشروع هذا يعتبر من المشاريع اللي زي ما بيحكوها مليان خدمات لذلك يتم التعامل مع الخدمة دون الفصل او الاضرار بمشتركين او متلقي الخدمه، بالاضافه لذلك انه الخدمه تظلها واصله للمشترك او تكون الشركه المزوده للخدمه عامله انه نعمل اعمال construction او الحفر او اعمال التدعيم للتربه. اداره المشروع وبدورها اكدت على انها تمضي قدما في توفير سبل السلامه العامه للمواطنين اثناء تنفيذ مشروعها، مؤكده على انه اي المشروع سيخدم المصلحه العامه، على الرغم من المشاكل التي أتجت عنه ما بين مواطن متضرر ومحل مغلقة وشوارع مغبرة وشائكة وبين مهندس يعمل على مدار الساعة يقف هذا المشروع في قلب العاصمة عمان ومن أكثر الأماكن ازدحاما فيها ولسان حال المسؤولين عليه يقول نأسف لإزعاجكم لكننا ومن كل بد نعمل لأجلكم اسماعيل السلاوي طبربور رؤية